شارك كل من سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وسعادة الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة شاركوا في حفل افتتاح فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وجائزة الشيخ زايد للاستدامة في مركز أبوظبي للمؤتمرات والمعارض برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور عدد من قادة دول العالم. وقد أكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن مشاركة البحرين في فعاليات أبوظبي للاستدامة تأتي انطلاقا من اهتمام حكومة البحرين بالمشاركة في هذا الحدث السنوي والدور الريادي الهام الذي يطلع به أسبوع الاستدامة في دفع جهود التنمية المستدامة حول العالم. من جانبه صرح الوزير المبارك أن مشاركة البحرين في فعاليات أبوظبي للاستدامة يناقش ويستعرض أحدث التطورات في قطاعات الطاقات المتجددة ومجال الكهرباء والماء، ويوضح آخر استراتيجيات الدول وخططها بشكل موسع. من جانب آخر أشاد الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بالدور الريادي الهام الذي يتسم فيه أسبوع الاستدامة ويساهم في دفع جهود التنمية المستدامة حول العالم. حضرنا اليوم حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة اللي يقام كل سنة في مدينة أبوظبي، وهو أكبر تجمع للمختصين في مجال الطاقة المستدامة. وكذلك في نفس الافتتاح تم توزيع جوائز الشيخ زايد للاستدامة، وهناك جوائز على 6 أنواع مثل على الصحة، على المياه، على الطاقة، على التربية، على المدارس. وحضر بالطبع ويحضر كل سنة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو اللي يكرم اللي يحصلون على الجائزة، وهذا صاحب الحفل الافتتاح معرض كبير للطاقة المستدامة تعرض فيه آخر المستجدات في مجال الطاقة المتجددة، مثلا الألواح الشمسية، الانفيرترز، الأفكار بالنسبة لكيفية الاستفادة من الطاقة المتجددة. وتشارك فيه حوالي 150 دولة. هذه الفعالية العلمية اللي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف وخارطة الدول المتقدمة في صناعة المعارض الدولية في مجال الطاقة، وأيضا سعدنا بالاطلاع على المعرض المصاحب لهذه الفعالية الذي يعكس وينقل أفضل التجارب والخبرات والممارسات في مجال الطاقة واستدامتها، وأيضا المحافظة على المناخ والتنوع البيولوجي. أيضا سعدنا بزيارة جناح وزارة تغير المناخ وطلعنا على أفضل ممارساتهم. هذه الفعالية بشكل عام تعتبر فعالية عالمية اليوم متقدمة ورائدة، واستفدنا منها الكثير، ونأمل لبلدنا الشقيق دولة الإمارات العربية المتحدة مزيد من الخير والأمن والازدهار.